الآن طالبتي العزيزة، استمعي إلى قراءة المعلمة ولا ننسى بأن أمسك القلم بيدي لكي أضع الملاحظات المهمة أثناء قراءة المعلمة. كتارا: المنارة الثقافية القطرية. الحي الثقافي كتارا. الآن طالبتي اكتبي جنب الحي الثقافي كتارا، اكتبي جملة افتتاحية. جملة افتتاحية. وماذا نقصد بالجملة الافتتاحية؟ نقصد بأنها جملة توضح وتفصل معنى الفقرة المراد قراءتها. إذا الجملة الافتتاحية تعطيني تفصيل وتوضيح. الآن انظر: الحي الثقافي كتارا هو حي يجمع بين الثقافة والفن والتراث. انظري الآن، عرفتي ما هو معنى كلمة الحي الثقافي؟ هو حي يجمع بين، ضعي خط، الثقافة والفن 2، والتراث 3. إذا هذه 3 نقاط يجب أن تحددينها في النص للإجابة لاحقا عن أسئلة تخص هذه الفقرة من خلال سلسلة من الفعاليات. ضعي خط أسفل الفعاليات، وفعاليات هو جمع مؤنث سالم ومفردها فعالية. مفردها فعالية. وما معنى فعالية؟ بمعنى نشاط، بمعنى نشاط أو حدث، نشاط أو حدث. والمهرجانات والمسابقات. انظري طالبتي العزيزة، جميع هذه الكلمات تعود إلى مهارة جمع المؤنث السالم التي تنتهي بألف وتاء. ويوجد هنا جانبا معنى كلمة مهرجان هو احتفال يقام ابتهاجا لحدث سعيد أو إحياء لذكرى عزيزة. إذا نكمل من الفعاليات والمهرجانات والمسابقات التي ينظمها طوال السنة وتستقطب جمهورا كبيرا ليس محليا فقط. محليا يا طالبتي العزيزة بمعنى فقط من داخل البلد، بمعنى فقط من داخل البلد، وإنما ليس فقط من داخل البلد، وإنما يحضر من خارج البلد من بلدان مختلفة عربية وأوروبية، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. الإقليمي كما ذكرنا بمعنى محلي أو في منطقة معينة أو محددة، والعالمي ما يخص جميع البلدان. إذا هذه المقدمة تبدأ من الحي الثقافي في كتارا وتنتهي إلى المستوى الإقليمي والعالمي. وبدأنا به نكتب جانبا طالبتي إذا كلمة المقدمة والجملة الافتتاحية. ننتقل إلى سبب التسمية. إذا لدي أنا معلومات عن حي اسمه كتارا. الآن أبدأ بجمع هذه المعلومات التي تخص هذا الحي. سبب التسمية. انظري اكتبي جنب هذا سبب التسمية عنوان فرعي. عنوان فرعي. ما فائدة هذا العنوان الفرعي يا طالبتي؟ يقوم بتنظيم المعلومات. يقوم بتنظيم المعلومات.
أي عندما أوجه سؤال، ما سبب التسمية؟ هل تذهبين إلى مهرجانات وفعاليات أم مباشرة تذهبين إلى كلمة سبب التسمية؟ نعم أحسنتي، تذهبين إلى سبب التسمية، لأن هذا هو هذا هو جواب السؤال الذي سئل. هذا هو جواب السؤال. إذن لديك عنوان فرعي يساعدك على تنظيم المعلومات. من العنوان تستطيعين أن تعرفين بأن هذه الفقرة مخصصة لتوضيح هذه الفكرة. ما هي الفكرة يا طالبتي؟ لماذا سميت كتارة؟ نكمل. إذن سبب التسمية تكتبين جنبها عنوان فرعي وتفتحين قوس وتكتبين تنظيم المعلومات. إذن العنوان الفرعي يقوم بتنظيم المعلومات. إذن كتارا هو أقدم اسم أطلق على شبه الجزيرة القطرية. إذن هو اسم لشبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية والتاريخية منذ العام، تؤكدين ضعي خط أسفل، 150 الميلادي. وقد ارتأت مؤسسة كتارا أن تعيد إحياء اسم قطر القديم دعما لربط الإنسان بجذوره التاريخية وتكريما لموقع قطر المهم والمتميز منذ فجر التاريخ. انتهت هذه الفقرة عن سبب تسمية كتارا لهذا الحي. ننتقل إلى مهرجانات وفعاليات. إذن تعرفنا أنه حي ثقافي يضم جميع الفعاليات والمهرجانات، وتكون على مستوى محلي خاص في قطر وفي الدول العربية، ويكون عالمي على مستوى باقي الدول العالم. ثم انتقلنا إلى الموضوع الثاني، هو العنوان الفرعي لماذا سميت كتارا. ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو مهرجانات وفعاليات. أيضا تكتبين عنوان فرعي وتكتبين تنظيم المعلومات. يضم الحي الثقافي العديد من المهرجانات الثقافية والتراثية. نقف هنا طالبتي العزيزة عند كلمة الثقافية والتراثية، لنوضح ما معنى كلمة ثقافة. أقول والله أنا أحب أن أكون متعلمة ومثقفة. إذن كلمة ثقافة أكتبي طالبتي بأنها مهارة وعلم وحضارة. أما مهارة تعطيني كلمة ثقافة، أنا ثقافتي إنجليزية، إذن أنا لدي مهارة في تعلم اللغة الإنجليزية، أو أنا لدي علم، عندي ثقافة فرنسية، إذن أنا أيضا عندي علم باللغة الفرنسية. وحضارة، إذن كلمة ثقافة يا طالبتي تدل على أما مهارة أو علم أو حضارة. أما التراث فهو ما تركه الأجداد. التراث ما تركه أجدادنا. الآن واضح لديك الكلمتان؟ إذن نكمل. التي تكون على مستوى عال من التنظيم، مثل مهرجان كتارا للمحامل التقليدية. ضعي خط واكتبي واحد. هنا هذه الفقرة، انظري طالبتي الآن تبدأ توضح لي أو تعطيني معلومات، تزودني بمعلومات عن المهرجانات والفعاليات التي تقام في هذا الحي. إذن رقم واحد، ضعي رقم واحد، مهرجان كتارا
للمحامل التقليدية. انظري طالبتي، من كلمة تقليدية إذا تدل على ثقافة أم تراث؟ نعم أحسنت، تدل على تراث، تدل على تراث، وذكرنا بأن التراث ما تركه الأجداد، ما تركه الأجداد. ومهرجان الصقور والصيد، ومهرجان الصقور والصيد. أيضا طالبتي ضعي خط أسفلها واكتبي رقم 2. أيضا هذه من المهرجانات نعم تراثية أيضا، لأنه الصقور والصيد من زمن الأجداد. نأتي إلى رقم 3 ومسابقة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ضعي خط واكتبي رقم 3، وهنا الشعر والأدب والقصة، هل هو بالتراث أم بالثقافة؟ نعم أحسنتي، ثقافة. إذن اكتبي فوق رقم 3 ونوع المسابقة هنا أو المهرجان إنها ثقافية. وجائزة الرواية العربية التي تعد من أهم المسابقات الأدبية في الوطن العربي، الرواية يا طالبتي بمعنى القصة. إذن القصة هل هي تراث أم ثقافة؟ كتابة القصة، أحسنتي، إنها ثقافية. أيضا ضعي خط واكتبي رقم 4. ومؤخرا احتضنت كتارا افتتاح بطولة العالم للألعاب الشاطئية، لأنها تقع على الشاطئ فقامت ببطولة جديدة. أيضا ضعي خط أسفلها رقم 5، هنا ألعاب الشاطئية، ألعاب تقوم على الشاطئ. انتهينا من فقرة مهرجانات وفعاليات، حددنا المهرجانات والفعاليات وميزنا بين نوعها ثقافي أم تراثي. انتهى العنوان الفرعي لهذا، انتهت المعلومات للعنوان الفرعي مهرجانات وفعاليات. نكمل. ننتقل إلى العنوان الفرعي الآخر، مرافق ومنشآت. أيضا طالبتي اكتبي عنوان فرعي واكتبي جنبه أيضا بجانبه تنظيم المعلومات. وهنا وصلنا إلى الفقرة الرابعة، وهنا وصلنا إلى الفقرة الرابعة. المقدمة كانت الفقرة الأولى، سبب التسمية كانت الفقرة الثانية، مهرجانات وفعاليات كانت الفقرة الثالثة. الآن بجانب مرافق ومنشآت اكتبي رقم الفقرة الرابعة، وأيضا عنوان فرعي، وأيضا لتنظيم المعلومات. نتعرف من خلال هذه الفقرة، يضم الحي الثقافي مباني عديدة منها. إذن نتعرف على الأبنية الموجودة في هذا الحي. نموذج حديث للمدرج الروماني، ضعي خط. لدينا للمدرج الروماني، ضعي خط، اكتبي 1. ومسرح الدراما، ومسرح الدراما، اكتبي ضعي خط واكتبي رقم 2. إذن أولا لدينا المدرج الروماني، 2، ومسرح الدراما، ودار الأوبرا، 3، دار الأوبرا، وقاعة المناسبات العامة، خط قاعة المناسبات العامة، رقم 4. متعددة الأغراض بمعنى لمختلف المناسبات، متعددة الأغراض بمعنى مستوى مختلف الأغراض.
احتفالات، أعراس، أنشطة مختلفة، مناسبات مختلفة. كما يحتضن عددا من المؤسسات الثقافية القطرية المهتمة بالنواحي الثقافية والفنية والأدبية التي تقدم أنشطتها الثقافية طوال العام. إذن تعرفنا في هذه الفقرة عن الأبنية الموجودة داخل الحي الثقافي كتارو. وفي أثناء الأنشطة الثقافية يتاح يعني يوفر أمام الزائرين العديد من معالم الجذب الترفيهي أمام الزائرين العديد من معالم الجذب الترفيهي الأخرى. لنرى ما هي الأشياء التي تستطيعين التمتع بها وأنت تذهبين لزيارة هذا الحي الثقافي. حيث يشمل الحي الثقافي مطاعم عالمية بمعنى مطاعم للعرب للأجانب تقدم وجبات مختلفة رفيعة المستوى، تقدم مأكولات متنوعة، وتستعرض بمعنى تظهر، تستعرض ضعي الخط أسفلها جذرها عرض، وعرض بمعنى إظهار فنون الطبخ من مختلف الثقافات، فنون الطبخ من مختلف الثقافات. الآن نعود إلى كلمة يشمل الحي الثقافي مطاعم عالمية. ضعي أسفل كلمة مطاعم عالمية وصف، وصف، لم يقل مطعم وانتهى، لا، قام بوصف إن هذه المطاعم عالمية يعني متنوعة، ليس تخص فقط العرب أو قطر، لا، وإنما متنوعة. لماذا؟ لكي يستطيع تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. إذن اكتبي طالبتي العزيزة أسفل كلمة مطاعم عالمية وصف. مطاعم عالمية هنا وصف الكاتب المطاعم. ونأتي إلى كلمة وتستعرض فنون الطبخ، تستعرض جذرها عرض أو عرضة، ومعنى كلمة عرضة إظهار، معنى كلمة عرضة إظهار. نأتي ومن المرافق المهمة شاطئ كتارا. شاطئ كتارا الذي يعد أكثرها جمالا وتألقا في الحي الثقافي، وهو شاطئ ممتد، أيضا ضعي خط أسفل كلمة شاطئ ممتد، شاطئ ممتد، ضعي خط. وأكتب أيضا هنا وصف يصف الكاتب، لم يقل شاطئ وسكت، لا، وإنما وصفه ممتد على مساحة 1.5 كيلومتر، ويزخر، يزخر، يزخر تأتي من زخرة، يزخر تأتي من زخرة، وزخرة بمعنى امتلأ أو فاض، ويدل على الكمية الكبيرة. يزخر، زخر، تأتي من معنى كلمة امتلأ وفاض، بمختلف الرياضات المائية، بمعنى هناك رياضات متنوعة مختلفة كثيرة مائية، خصصها بالمائية يعني التي تقام في الماء. نكمل. وفي المساء يستمتع الزوار
بالمتنزهات الممتدة. أيضا هنا ضعي خط بالمنتزهات الممتدة، لم يقل المنتزهات الكاتب وانتهى، لا، وإنما أتم الوصف. إذن بالمنتزهات الممتدة، ضعي أيضا أسفلها خط وأكتبي وصف على طول الكورنيش والمطلة على مياه الخليج المتلألئة، إضافة إلى محلات تقديم المأكولات والمشروبات والأسواق النابضة بالحياة. هنا أيضا وصف، وصف بأن كثرة الزوار والحركة من البيع والشراء. نأتي إلى الخاتمة، خاتمة الموضوع دائما الآن، وما يدل على الخاتمة وأخيرا. إذن أكتب هنا جانبا الخاتمة. الفقرات الثانية والثالثة والرابعة جميعها طالبتي تدل على عرض النص. وأخيرا أكتب الخاتمة، فإن كتارا ليس مجرد مشروع ترفيهي تجاري. إذن هي ليس مكان فقط للتمتع أو لمكان البيع والشراء وإقامة المعارض لغرض الكسب المادي، وإنما هو مشروع متكامل يجمع بين مختلف الأنشطة الثقافية. إذن يجمع بين مختلف الأنشطة الثقافية ليكون منارة ثقافية عالمية ونقطة تمازج. تمازج يعني مزج. تمازج، ضعي خط أسفلها طالبتي العزيزة، تعني مزج، ومزج بمعنى خلط. بمزج بمعنى خلط. وهنا في كتارا تختلط جميع الثقافات من جميع دول العالم كما ذكرنا سابقا. ونقطة مز أو خلط فريد، انظري، بين ماذا؟ ثقافات دول العالم وحضارتها. الآن نقف هنا وقفة ليكون منارة ثقافية عالمية. إذن لدي هنا، أكتب طالبتي المشبه. هذه المهارة تعلمناها. إذن أكتبي المشبه، من يتكلم؟ من هي المنارة الثقافية العالمية؟ نعم أحسنتي، إذن أكتبي المشبه هي كتارة. أنا أتكلم عن من؟ نعم المشبه هي كتارة. شبهتها بماذا؟ شبهتها بماذا؟ نعم أحسنتي، منارة ثقافية عالمية. إذن المشبه به منارة ثقافية عالمية. طيب ما هو الأثر؟ لماذا أنا شبهت بكتارة بهذه المنارة العالية المرتفعة بالثقافة وعالمية؟ ما هو الأثر أو الغرض؟ اكتبي طالبتي الأثر أو الغرض، دور كتارة في نشر الثقافة، لأن لها دور كبير وواسع في نشر الثقافة، لذلك شبهتها بمنارة ثقافية عالمية. الآن طالبتي تستطيعين الإجابة بعد أن وضحنا نصنا المعلوماتي عن هذا الحي الثقافي. تستطيعين الإجابة إلى الدراسة والتذوق، وأنا واثقة من استطاعتك الإجابة عن هذه الأسئلة. نعيد ونكتب جانب الصور، هل ساعدتك الصور في توضيح المعلومات عندما ذكرت المسرح وعندما ذكرت
الشاطئ. هل ساعدت هذه الصور في توضيح المعنى؟ نعم أحسنت، إذن اكتبي جانب الصور ما أهميتها في النص المعلوماتي تفيدني في ماذا؟ نعم توضيح معنى، توضيح معنى. جزاك الله خيرا. ذكرنا طالبتي العزيزة من أهداف درسي إنه القراءة الصامتة. قراءة الصامتة بمعنى تقرأين بالعين فقط، وتقرأين قراءة مركزة بشكل يجعلك تفهمين المعنى العام للنص الذي تقرأين، وتستطيعين أن تحتفظين ببعض هذه المعلومات. الآن بعد انتهائك من قراءة القراءة الصامتة، هل تستطيعين الإجابة عن هذه الأسئلة التي تدل على الاستيعاب؟ أنا واثقة من أنك تستطيعين، وذلك بالعودة إلى النص واستخراج الإجابة. متى أطلق اسم كتارا على شبه جزيرة قطر؟ انظري طالبتي، متى؟ أسلوب استفهام يدل على زمن، إذا ما هو مطلوب منك هو تكتبين الزمن. ارجعي إلى النص واكتبي الإجابة. نعم أحسنتي، إنها زمن مكتوب 150 الميلادي، 100 منذ العام 150 الميلادي. السؤال الثاني، اذكر اثنين من الفعاليات التي تقام في الحي الثقافي كتارا. الآن مطلوب طالبتي الفعاليات، أين تذهبين؟ هل تذهبين إلى عنوان الفرعي سبب التسمية، أم مهرجانات وفعاليات، أم تذهبين إلى مرافق ومنشآت؟ يقول لك فعاليات. نعم أحسنتي، تذهبين إلى فعاليات وتكتبين واحدة اثنين من الفعاليات الموجودة، أما مهرجان كتارا للمحامل التقليدية أو الصقور والصيد أو مسابقة شاعر الرسول أو جائزة الرواية العربية أو في الآونة الأخيرة بطولة العالم للألعاب الشاطئية. اكتبي اثنين فقط. نصل عزيزتي الطالبة إلى تحقيق هدفنا الثالث من درسنا لهذا اليوم، الجزء الأول من النص المعلوماتي حول كتارا المنارة الثقافية القطرية. الآن طالبتي العزيزة لدينا، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. الآن ارتأت مؤسسة كتارا أن تعيد إحياء اسم قطر. ارتأت، ما معنى ارتأت في سياق العبارة؟ وهو هل هو شاهدت، روت، اقتنعت، أم قررت؟ الإجابة نعم أحسنت، إنها قررت. ننتقل إلى الباء، مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، ونعيد بأن محامل هي جمع ومفردها محمل، مفردها محمل. ما معنى محمل؟ سيارات، مراكب، عربات، أم رافعات؟ نعم أحسنتي، إنها مراكب. جزاك الله خيرا. أنا واثقة من أنك تستطيعين الإجابة عن جيم. يتاح أمام الزائرين العديد من معالم الجذب الترفيهية الأخرى، يتاح بمعنى، ولدينا
تقديم المأكولات والمشروبات والأسواق النابضة بالحياة تدل على ماذا؟ من خلال السياق. جزاك الله خير. ننتقل إلى واجب اليوم. نصل طالبتي العزيزين إلى غلق الدرس. دعيني أرى إبداعك وتميزك في الفهم والاستيعاب للنص. ما اسم المنارة الثقافية القطرية لدرسنا لهذا اليوم؟ ما اسم وما هو أداة استفهام؟ ما اسم المنارة الثقافية القطرية لدرسنا لهذا اليوم؟ ما اسمها؟ نعم أحسنتي، إنها كتارة، الحي الثقافي الفني التراثي، اسمها كتارة. جزاك الله خيرا. دعيني أرى إبداعك في حل الواجبات السؤال الأول والثاني والثالث فقط. جزاك الله خيرا.